رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي. ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي. وخلايا وما فيها سوى الأوتاد يا دار أين مضى ذووك أمالهم بعد الترحل عنك يا 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 خلت الديار من الأحبة وانقضى عهد السرور. خويا أيام حلوات أيام حلوات قضينا قضينا سوية أيام حلوات ما طول عين كان عين قصير عيات. خويا حبل المودة اليوم انقطع حبل المودة ماكو ردي هذا الفرايا يا 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 قوما يا كرد. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. صلوا على محمد وآل محمد. ولقد جئتمونا إشارة إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى وعدنا في كتابه وعلى لسان جميع الأنبياء من لدن آدم وحتى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله بأن هناك يوم مدعوون له جميعا. وما هذه الحياة الدنيا إلا مرحلة تنتقل بنا، يعني كالطريق الذي يعبر بنا الإنسان عندما يريد أن يصل إلى محطة إلى نقطة معينة يمر بطريق. فالحياة الدنيا القرآن خلانا أمام هذا الواقع، يعني أمام هذه الحقيقة، بيّن لنا أنها مجرد طريق ينتقل بنا من محطة إلى أخرى، يعني مو دار البقاء ولا دار الخلود. لم يصور لنا القرآن بأنها دار البقاء، ما قال، بل عبر عنها بأنها عاجلة في آية صريحة: كلا بل تحبون العاجلة، يعني تسير بنا دون أن نشعر. ما أسرع الساعات، أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما أسرع الساعات في الأيام وما أسرع الأيام في الشهور وما أسرع الشهور في السنين وما أسرع السنين في العمر. يعني هاي الآن الساعات
تعد يعني دون أن نشعر، وكل من رصيدنا يعني هناك رصيد محسوب بالدقائق والثواني. أمير المؤمنين يقول أنفاس المرء خطاه إلى أجله، يعني هذا النفس هو خطوة، يعني خلص نفس انتهت ساعة وهكذا. فالآية الكريمة تقول ولقد جئتمونا، يعني إشارة إلى ذلك اليوم. فرادى، فرادى شنو يعني؟ واحد واحد يجي، ما المراد؟ هنا علماء التفسير ذكروا آراء، احنا الوقت ما يسمح نذكر يعني كثير منها، نذكر أهمها. المعنى الأول يقول فرادى يعني القرآن يقصد أن الروح تأتي، تأتي بمفردها دون الجسد، لأن الحاجة إلى الجسد تنتفي، يعني تخلص الحاجة، حاجة الجسد في الحياة الدنيا نحتاج جسد ننتقل به وبالأدوات الموجودة، الحواس، بعين نبصر بها، بلسان ننطق به، أذن نسمع بها، أما يوم القيامة ماكو حاجة، يعني عالم أرواح، عالم شفاف يكون. فهنا الجسد، الإنسان جسد وروح، لكن هناك روح فقط. هذا الرأي ما مقبول. ليش ما مقبول؟ لأن صريح القرآن، الله يصرح بأن العودة غدا، الرجوع غدا، رجوع روح مع جسد. بسم الله الرحمن الرحيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يطلعون الأموات إلى ربهم. آيات صريحة، يعني مو آية، بأن هذه الذرات اللي تناثرت يوم القيامة تعود. قالوا من أرقدنا من مرقدنا، هم يقولوا الأموات، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي شواهد قرآنية، وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، صريح القرآن. إذن هذا ما يقبل، يعني من يقول أن العودة يوم القيامة أو الرجوع ترجع الروح بمفردها، قل له هذا يعارض صريح القرآن، بالإضافة للأحاديث، الأحاديث الكثيرة اللي واردة عن النبي وأهل البيت تأكد بأنه نعم هاي الأجساد ترجع، هذا الجسد تلتحق به الروح، ولكن هاي خليها بين قوسين، كل الأجساد ترجع كما هي لو بها اختلاف، صريح الروايات بها اختلاف. شلون يعني اختلاف؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يعرف المجرمون بسيماهم، يعني كل واحد يجي على الهيئة الحقيقية. احنا اليوم في الدنيا ظاهرنا يعني بشر، لكن اكو ناس حقيقته